هناك من الرفاق من يظن أن طالبان هي التي هزمت الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. هذه مغلوطة تماما، يعني أنا صرت سامعها وقارئها من أكثر من رفاق تقدميين، يعني هذا ليس صحيحا. طالبان دخلت وغزت يعني من الباكستان، تفشت، خلينا نحكي أذكر كيف تفشت، أنا تفشت في الأراضي الأفغانية حتى وصلت كابول، بعد أن خرج بفترة، بعد أن خرجت القوات السوفيتية بفترة كبيرة في الواقع وسيطرت على كابول. كانت كابول تسيطر عليها العصابات الجهادية في الواقع التي كانت تتناحر معا، ولو ما لم يستطيعوا أن يسيطروا تماما على الوضع، فكان هناك معارك دموية بينهم، فاستغنمت طالبان والباكستان هذه الفرصة، فتفشت طالبان إلى أن سيطرت على كابول وضبطت الوضع وأنهت حكم هذه العصابات الجهادية. أما كانوا السوفيت طالعين من فترة، وبالتالي هي لم تهزم السوفيت، وفي الواقع اللي هزم السوفيت في أفغانستان الأمريكان، CIA، بالتعاون مع الباكستان ومع السعودية ومع الحركات الجهادية إلى آخره، ولكن مش طالبان اللي هزمت السوفيت. ما تعظموها يا ناس، ما تعظموها يا رفاق، ما تعظموها. والآن واضح يعني أيضا، يعني برضو ما تعظموها، مش إنها هي قهرت الأمريكان، لكن وجود مكوث الأمريكان في أفغانستان، مع إنه ما قتل منهم عدد قليل، يعني ما كان في ضغط عليهم إلا الضغط الاقتصادي، الكلفة عالية جدا، كلفة أي احتلال عالية جدا. فلا، في النهاية بدها تسلم. هي حاولت أن تبني جماعة عميلة لها ولم تستطع، مثل ما حصل في العراق، يعني إلى حد ما في العراق أيضا. الجيش العراقي انهار من أول ضربة، الجيش اللي هي صنعته، إلى أن تحرك الحشد الشعبي طبعا اللي شكلوه الإيرانيين، وهزم داعش في الواقع. لكن هون في الواقع هي بنت، حتى أبقت الجيش ضعيفا في أفغانستان، الآن ثبت أنها أبقت الجيش ضعيفا وأبقت الدولة ضعيفة، ودولة من ناس فاقدين المصداقية، وهي كانت عارفة أنه لن يستمروا بعد خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، بس القوات الأمريكية لم تهرب من أفغانستان، وإنما انسحبت بناء على اتفاق مع كابول، بدليل أن مع طالبان، بدليل أن المطار كابول لم يقصف من، أو لم تهاجمه قوات طالبان. فيعني ولسه نحن ما بنعرف البنود تماما، كل البنود التي جاءت في الاتفاق بين الأمريكان وطالبان. بلا شك أمريكا مثقلة بمشكلاتها الاقتصادية، والكلفة، كلفة إمبريالياتها عالية وكلفة قواعدها عالية، وهذا جيد إن الكلفة عالية وخليها، هذا سيقود إلى مزيد من الانسحابات والتقهقر، وهذا جيد. لكن علينا أن ندير بالنا، لأنه في بعض التقدمين يقولون هذه القوة التي هزمت السوفيت ثم هزمت الأمريكان، ما تعظموا قوة ظلامية من هذا النوع. رجاء أيها التقدميون اتركوها للإسلاميين إذا شئتم، خلي الإسلاميين، ما بلومهم إذا أرادوا تعظيم طالبان، لكن أنتم شو يعني، وين مصلحتكم في تعظيم طالبان؟ وهذا التعظيم ليس حقيقيا وليس صحيحا، فرجاء حذاري حذاري من هذه الأفكار. شكرا.